لكم بقناتنا. شلونكم اصدقائي؟ ان شاء الله تكونون بخير. بهذا الفيديو سره راح تنجن، انا متاكد مليار بالميه. مثل ما قريتوا بالعنوان راح اسوي بسره مقلب، انه على اساس جبت حبيبتي للبيت الحب الاولي جبته للبيت، وسره راح اشوف وراي راح تصير حركه وبنيه وتركض، ومن هاي السوالف راح اشوف شلون ردت فعلها، ايش راح تقول، ايش راح تسوي. سره حاليا هي ومنام رايحه طالعه تسوي جوله، الجو حلو وانا مبدل تدريبيه واريد اطلع وراهم، بس كده قبل لا اطلع لازم اسوي بيها هذا الفيديو زين وهذا المقلب. طبعا كمان اذا طول عليكم راح يشوفون كل شيء انتم، بس اذا انتم جديدين على هاي القناه لا تنسونا باللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس. هنا انا عندي، شوفوا هنا الشعر، اقدم لكم شنو، هذا شعر صاحبتي القديمه شلعته من راسي، قلت لها لا تعطيني شعر ذكرى، لازم اروح شعر كني ذكرى. وين هاي الباروكه لونها اسود، روح صبغتها، جبت بخاخ عصري وصبغتها غيرت لونها، الحمد لله والشكر لونها طلع كلش حلو زين. انا راح اتصل بسرعه افتح وياها كاميرا بهذا الشكل زين، راح اترك التليفون واروح قبل على السريع على اساس الحمام اشغلها واتحرك اني البس هاي السوالف كلها، راح اتحرك لي ورا وعلى اساس اكو بنيه وياي بالبيت، وراح اشوف شو راح تنتبه لو ما تنتبه، يا رب ان شاء الله ما تنتبه، او لا يا رب ان شاء الله تنتبه حتى اشوف شو راح اسوي بالله. اسمع طبعا بللت شعري حتى لان هذا كله من ضمن الفيديو راح يصير، راح اخلي هنا بالباور باب كاميرا، اول ما تدخل صراحه حتى تشوفني انا من دا اجي راح اخلي هنا كاميرا، والكاميرا الثانيه راح اروح من راح افتح الباب او اخاف تجي علي للبيت، مليون بالميه راح تجي علي للبيت. اول ما راح تجي سرى للبيت ايش راح اسوي اني؟ على السريع راح اروح اطب للغرفه قبل لا تجي سرى بدقائق، انصب الكاميرا الثانيه، تعال اشوفكم. هاي البرده هنا انا راح اخلي ورا هاي البرده كاميرا الثانيه اللي هي هاي بايدي زين، وبنفس الوقت راح اجيب الباروكه مالتي اللي هي اللي شوفت لكم اياها، راح اخليها بهذا الشكل واخلي مخده ثانيه بهذا الشكل حتى سرى من اول ما تطب اخاف تجي لهنا، لان هي اكيد ردت تريد تدور انه شنو الموضوع وين السالفه، راح تجي تطب لهنا راح تشوف الشعر راح تتخبل، ردت تشوف شنو ردت فعلها. مليت لك البيت كاميرات، ثلاث كاميرات خليت لك، واحده بالممر واحده بالهول وواحده هنا، أريد أشوفك إيش راح تسوين اليوم، أنتِ وبنتك تسوين مقلب بيا، وهاي بنتك هم ضامنها ضمة ثانية. بشوفكم شغلة واحدة اللي هي أنا مدمرتني هاي السالفة، إنه أنا لابس برمودة زين وبعض الشعر أقدم لكم، يعني داحس غابات الأمازون، يعني شلون راح ألبس هاي ومن أنا، يعني يا رب ما تنتبه على رجلي من جوا، راح أركض على السريع، أنا راح أحاول إنه ما أخليها تنتبه، هاي راح ألبسها مثل ما قلت لكم. طبعا هاي مثل ما قلت لكم راح البس هاني، ومثل ما اتفقنا وياكم هسه تعالوا خلينا نخابر على ست سرى، بدلت شعري وخربطت شويه من وضعيتي هيجي حتى تحس انه انا توني مبدل واريد اخابرها، تعالوا خلينا ندق على ست سراوي ونشوفها. الو الو يا هلا، هاي وين انتو؟ بدنا نخابر كاميرا، مشتاق لكم، مشتاق شوفتكم. والله جيت الهمبرجر كينج ورحت فرق تبعت اشتريت لها. ايه جيت برجر كينج انت هسه؟ يا هلا في السخنة، يا هلا شخباركم؟ قاعد تلعب وانا انت وراك خلص عاد. اي زين انا شوية وراح اطلع والله شنو بدلت راسي وكذا كملت زين. رحت نشفى شكم ها اشتريتي لها التيشيرت؟ باعتني هذا الرادة ملي ما جبت لك اياه، جبت لها غير واحد. محلوة بوحدك؟ يمه شكم؟ والله كل شيء ماكو، درد ابدل شوية خطيت جسمي وما ادري شنو زين. يلا راح خلي اقول لك اريد ادش بموضوع، اريد ادش بموضوع بس خلي اروح انشف شعري. يلا فضنا عاد دردلت لك ترى ما بي شحن. يا بدي اسعد يلا. مريم لا توقعين، مريم مريم يلا حتى دارنا، يلا مريم. يما 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 احبه يجيني وخري وخري علاوي احبك اموت عليك. علي علي
ها آه. هاي منو يمك؟ منو يمي يما؟ هاي منو يمك؟ منو؟ ما حد احد شان يمك واقدر اعلم هاي منو يمك؟ والله ماك احد يمي. الله لا تحلف منو يمك استفات من يمك؟ بابا ايش بيك انت والله والله ماك احد يمي. منو يمك العالم بعد ترى هالايام؟ والله ماكو كل والله ماكو فرحة تنشفتي وجيت. هذا الواحد شذاب من يمك. والله ماك احد يمي بوحدي قاعد ها شوفي ماك ها. روح هناك هناك روح شوف بالممر بالممر والغرفة. بالممر؟ بالممر والغرفة علي حالك يمي. والله ماك احد ها شوفي والله. ملك الله تشذي. والله ها شوف ماك احد والله ها. يعني ده تشد بعيوني لو شنو بابتي؟ والله ماك احد هاي بالغرفه ماك احد هاي ماك كل احد ماك واج ها لا تطلع جيت لا تطلع والله ذا تطلع علم عليك العالم انصر مثل ما شفتوها كشفتني شافتني من دابا راح دقت علي الو ها هاني انت مخبله بابا منو جاي انا بالبيت ها منو جاي جي والله قلت لاهلي بعد ما قعدت امتك بس اجي واوصل للبيت اصبر لي انا هسه بالشارع لك طلعت حسي بسيطه لك بابا انت بابا مفتهمه الموضوع غلط شنو لك شوف عيوني شفتها شوف عيوني هسه الا خبرتك يا ابويا قال لي بابا هاي اشتري لي انا وياك بس اصبر لي جاي حالي قام يرجف انت 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 عصبيه هسه سدي انت عصبيه هسه سدي راح تجي بالطريق تعال تسوي الكاميرات سنا صبت الكاميرات مالتي وحده هنا انا وحده هناك وحده هي بمكانها زين وخلينا نشوف الموضوع شكله صار جدي اخش لي الموضوع شكله صار جدي كلش حطيت الكاميرا هنا انا خلينا نجي نشوف ردة فعلها والله احنا الكاميرا هاي الثانيه هنا انا خليتها وهنا انا حطيت الباروكه حبيبه القلب هنا أنا حياتي زين صراحه صراحه خلينا نشوف شلون ردة فعلها الله يستر راح اطب اكيد مين راح تفتر بالبيت على اساس هي تدور وانا راح اظل انكر راح تجي سرعه بس خلي اسولف لك حبيبتي القديمه حبيبتي القديمه جابت لي شعرها قلت لها شعرك فتشي خزي زين خوما زعلانه مني الله يخليك سوا بس بس انا والله العظيم اعتذر مو قصدي انا انزل دموع والله نرفزتني والله العظيم انا اسف وهذا الشعر شعر حبيبتي مني لك هديه صبغتها انا ولونتها على مودك زين صبغتها ولا انا اعتذر من عندك انا جيت الشارع كلها بشي مو دايبشي محبه بي دايبشي حتى لا تخوني لا اخوني لبست الباروكه وركضت اني لمحت اني لمحت اني ما شفتك اني لو شايفتك انت شان ما درت بال اني لمحت وعفت كل شيء قلت لها امشي قومي ما صاروا ببالي بس اهلي قلت لهم تعالوا شوفوا علي خوني علي خوني
بس تم استني بيها لا لا خلنا امسح لان هي مسويه مقال من اول البارحه سويت البارحه قلت البارحه سويت وانا ايش علي مريم قلت لك واتفقت وياك اذا لين انا وصلنا لنهايه الفيديو ان شاء الله يكون الفيديو عجبكم لا تنسونا باللايك والاشتراك تفعيل زر الجرس خطيه حطوا له هواي لايكات اذا تحبوني كلش قاعدين في هذا الفيديو باي باي.